هلو، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الجوزاء، رح احاول احكي فيها عن مشاعر الحبيب نوايا والى ما ستطول علاقتكما. بالتوازي رح اتحدث كذلك عن مشاعرك انت يا برج الجوزاء، رح اعملها بطريقة المرايا. كذلك رح اتحدث عن العزاب، رح نشوف هل يعني في قدوم شخص يعني جديد بحياتهم. وكما عودتكم أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع، وفي احتمالية أن تكون القراءة عكسية كذلك يعني. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، تدعموني بالكومنت، وشكرا لكم. برج الجوزاء، عم شوف يا برج الجوزاء على انه انت حاليا متعلق بشخص بشدة، يعني عم شوفك مو قادر تبتعد عنه، بتضل طول الوقت تفكر فيه. عم شوفك يعني ممكن للبعض من برج الجوزاء بيعمل تخاطر، بده يعني يرجع هذا الحب كيف ما كان. هذا الإنسان مو قادر تبعد عنه بمرة. كمان ممكن تكون أنت مرتبط ببرج الجوزاء، عم شوف الحبيب أو طاقة الحبيب. كتير هذا الإنسان زعلان، زعلان لفقد شيء ما، يعني هو فقدان ممكن علاقة، فقدان شخص عزيز على قلبه، ممكن تكون شخص بعائلته توفى، ممكن أي شيء، فقدان شيء كان بحبه، كان حلم بالنسبة له، كان شيء كتير كبير وكتير زعلان عليه. كمان عم شوف على أنه مشاعرك نحو هذا الإنسان كأنه أنتم ابتعدتوا عن بعض، ببين بالورق أنه أنتم مبتعدين عن بعض. إيه، مبتعدين عن بعض، وكل واحد ممكن وصلتوا لمرحلة خسرتوا فيها بعض، لأنه عم شوف كأنه أنت حصل لك شيء، حسيت أنه هذه العلاقة خلص ماتت. ممكن وقع شيء أو قلت له أنت حكي، حسيت أنه خلص ما رح يعني يرجع لي هذا الإنسان بالمرة، لأنه أنا تجاوزت الحدود، أنا عملت أشياء ممكن مستحيل يسامحني عليها. أو يعني الحكاية يعني بالعكس، حاولوا أنه إذا ما حسيتوا القراءة تنطبق هيك، حاولوا تشوفوا عكسها. عم شوف كذلك حتى مشاعره، هو بيحاول يوازن مشاعره، كأنه هذا الإنسان حاسس بألم، حاسس بوجع، حاسس بفقدان شيء كتير عزيز على قلبه، وعم يحاول يوازن بين حياته، بين العمل وبين الحياة الطبيعية. حاول يجد التوازن بحياته لأنه مو واجده أبدا. حتى ممكن أنا عم شوفه عم يتمنى أن يعني أن تحكي معه. إيه، أوقات بيتذكر الأيام الحلوة اللي كانت مع اللي كنتوا انتوا مع بعض، بالرغم في حنين، في حنين للماضي انت وياه. حتى انت بتحس حالك انه العلاقة وصلت لمرحلة ممكن ما ترجع ابدا. عم شوف كذلك الأشياء اللي ممكن يعني كانت سبب انه العلاقة ما تتطور، او كانت ما بتحبب الشريك. عم شوفك كأنه كنت يعني انت كشخص بتحب انه الاشياء تأتي بسرعة، هو شخص ممكن شخص ترابي، شخص تقيل، بيعمل الخطوة بعد تفكير طويل، وانت شخص بتحب الاشياء تجي بسرعة. ممكن للبعض منكم كان بدهم ترسيم علاقة،
كان بدهم يطوروا العلاقة، يروحوا فيها إلى شيء من يعني أبعد، بس ما يعني حسيته كأنه هذا الإنسان لا يصارحكم بالحقيقة، ما بيقولكم الأشياء اللي بقلبه، تحسوا كأنه هذه العلاقة خلص يعني لوين رايحة، وأنا هذا الإنسان لا يحكيني عن مكنونات قلبه. عم شوف كذلك الأشياء ممكن الإيجابية فيه إنه ما بينساك، حتى لو شو ما عملت ما بينساك هذا الإنسان، بضل يتذكرك. لذلك أنا عم شوف الشريك الأشياء اللي ما بحبه هو فيك، على إنه أنت أنت حساس أوقات، بتطلب منه اهتمام أكثر فيك، بدك يعني اهتمام كتير كبير، هو ما بده هالشغلة، أو ممكن بيشوفها أشياء تافهة، ممكن أنت بدك يسأل عنك كل الوقت، وهو هذا الأشياء يعني ترهقه، بتحسسه أنه يعني هو شخص شوي تحسه أنت بارد. كذلك بما يتعلق بالأشياء الإيجابية اللي بحبها فيك، هو عم شوفه بحبك انه لما انت متنوع بالحياة، يعني يعني عندك كتير مواهب بالحياة، عندك كتير اشياء ترغب فيها، بفرض مرة تحلم او تريد اشياء كتير عديدة وتسعى اليها، وبحب هذا التنوع اللي في شخصيتك انت. كذلك عم شوف بما يتعلق ب بالنوايا، أنا عم شوفه هو ينوي إنه ترجع هذه العلاقة إلى ما كانت إليه، حتى يعني بده يصلح الأمر، بده ترجعوا لبعض، لأنه عم شوفه بضل يتذكرك هذا الإنسان، ما نساك أبدا. بما يتعلق بنواياك انت، ممكن شوي شايل بقلبك من ناحية هذا الانسان، ممكن ايه عم شوف يعني شايل من يعني بقلبك جواتك، عم شوفك كتير ممكن للبعض ما بيحكوا، للبعض يعني قافل الابواب وما بتحكي معه. كذلك عم شوف على انه يا يعني يا هذا الإنسان يتزوجني ويطلب من يعني يحكي لي اللي بقلبه، ويكون قرار حاسم إنه بده الزواج واستقرار يعني العلاقة، هي ابتعد عني بنوب. ممكن لأنه عم شوفك يا برج الجوزاء إنه خلص مليت إنه هذه العلاقة تطول من غير شيء جدي. كذلك عم شوف يا برج الجوزاء الأشياء أو إلى ما ستؤول علاقتكما، عم شوف أنا يا برج الجوزاء العلاقة رح تأتي، يعني رح تتجدد، عم شوف في بداية جديدة، ورح تكون هذه البداية فيها توازن، يعني رح تاخد وتعطي فيها، تحس انه العلاقة اصبح فيها توازن، فيها اخذ وعطاء، مو بس الشخص واحد اللي بيعطي بالعلاقة. عم شوف انه قوة الحب بيناتكم رح ترجعكم، لانه عم شوفكم او طاقتك انت يا برج الجوزاء متشبت بهذا العلاقة، ومتشبت بهذا الانسان، مو قادر تنساه، بالرغم من انه في مشاكل بينك وبينه، عم شوفكم عم تراقبوا بعض وعم تحكوا مع بعض. كذلك حتى للناس العزاب، عم شوفهم يعني سيلتقوا بشخص جديد بحياتهم. كمان عم شوف يا برج الجوزاء انه راح تتعرف على شخص راح يكون جدا جميل بهذا الشهر، بس رح تتعرف عليه بمحض الصدفة، صدفة رح تكون غريبة عجيبة، رح تتعرف على هذا الإنسان فيها. ممكن رح تحس إنه أنت فريش بهذه العلاقة، كأنه هذه العلاقة أحيت فيك أشياء جديدة. ممكن يكون هذا الإنسان من مكان بعيد،
يكون مسافر، يكون ساكن بمكان بعيد عنك، مو يعني بنفس البلد اللي انت عايش فيه، او مو بنفس المدينة اللي انت عايش فيها. عم شوف الطاقات اللي عم تطلع عندي بهذه القراءة، عم شوف العقرب الجدي، عم شوف كذلك برج الحوت، برج القوس، و عم شوف كذلك حتى كل الأبراج تقريبا، كل الأبراج، من أبراج هوائية نارية، كمان حتى الثور. عم شوف كل الأبراج تقريبا، من هوائي لناري لترابي، بس يعني الطاقات أو الأبراج اللي طالعة عندي هي القوس، العقرب، الحوت، الجدي، هيدا اللي بيطلع عندي. رح أخذ نصائح لإلكم. عم شوف انه الاوراق تحكي على انه رح تكون في ريليشن شيب، او في علاقه متجانسه مع شخص ما، ممكن حتى للناس اللي هن بهذه العلاقه والاحوال حاليا مش ظابطه ابدا. عم شوف انه العلاقه بالمستقبل رح تكون جيده جدا، ورح يعني رح يكون في تجانس واتفاق، وبالعلاقه رح يكون توازن، رح تلاقوا الأشياء التي تشملكم أنتو هذا الشريك. كمان للناس اللي رح العزاب اللي رح يلتقوا بشخص جديد، عم شوفوا انه رح يلاقوا حالهم معهم بصفة جميلة، رح يحسوا انه هذا الشريك الذي كنت ابحث عنه. كمان عم شوفهم رح يلتقوا مع بعض بمحض الصدفة، يعني صدفة غريبة عجيبة كمان رح تخلق هذا اللقاء. كمان ممكن لما تلتقي مع هذا الشخص رح تحس بفيض من المشاعر نحو هذا الإنسان. كمان هون بيقول لك مفتاح لصلواتك لتقبل هو أنه تنسى كل شيء كنت تظن نفسك أنه محتاج لإله. ممكن مثلا كان بدي هذه العلاقة بالضبط، ممكن تنسى هذا الموضوع، تطلب من الله أن يعطيك كل شيء فيه خير، ممكن يأتيك الخير بشخص آخر. يعني كمان هون بيقول لك اسأل الناس، أو اسأل الناس اللي بتحسهم رابع على قلبك، أو ممكن تسألني أنا إنه لساعدك في تحسين نفسك. أوكي، كأنه أنت يا برج الجوزاء، هذه دعوة لإلك إنه تسأل نفسك بالضبط شو بدك من هذه العلاقة. هل هي علاقة صحية؟ هل هي علاقة جيدة؟ إذا هذه العلاقة جيدة فحاول إنه تتوازن مع الشريك. إذا أنت ما بتشعر إنه منا متوازن العلاقة، فحاول تلاقي حل مع هذا الشريك، لأنه عم شوفكم مو قادرين تبعدوا عن بعض، ومو قادرين تبقوا مع بعض، بتضلوا تشرحوا بعض. كمان عم شوف انه هون بيقول لك اي شيء بدك اياه حاول انه تاخذ ريسك، او تاخده كمغامرة وتعمله، لانه ما تخاف من الشيء الذي تريده، حاول تعمله اي شيء بدك اياه، كان عمل كان علاقة كان شيء. انا بيبين لي بالورق انه حاول تحسن من 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 نفسك، حاول تشمل الدعاء بكل شيء ما تحدده، حاول تشوف الحياة بمنظار آخر. وكذلك يعني هيدي بشرى للناس العزاب، عم شوفهم رح يلتقوا مع شخص جميل جدا، رح ترتاحوا معه. هذا كل شيء بيطلع عندي يا برج الجوزاء، بتمنى انه يكون حكيت ولو نبتة. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي.